قال حاجة للحكم الإنجليزي، لو كل الأهداف لو الخطأ ده بتاع الأهلي هيتلغي يبقى في جوان كتيرة جدا لمهاجمين كبار في العالم هتتلغي. بس حتى على الصعيد المصري واحنا بنقول العدل، العدل نفس اللقطة بنفس الشكل بنفس القفزة في ماتشات تانية ما بتتحسبش. وهفكركم بالزمالك وحرس الحدود، فاكرين اللقطة بتاعة الونش؟ الونش لما طلع الدور الثاني، الونش طلع الدور الثاني اهو ودراعه على دماغ الراجل وساند وكامل وفي ضربة جزاء وما اتحسبتش ضربة جزاء، وطلع خبراء التحكيم وقتها وقالوا ضربة جزاء صحيحة لحرس الحدود لم تحتسب. طيب احنا كمان هنفكركم بحاجة بقى في قديمه، على قديمه الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي 2001 اسرع مباراة في تاريخ الدوري المصري 4-4، وهذا التعادل ضيع على الاهلي ضربة الفوز ببطولة الدوري. عمرو فهيم، عمرو فهيم في هدفه في النادي الاهلي وازاي قفز وازاي لعب الكرة، اعتقد ان القفزة كانت على محمد فاروق كان راجع يعني دافع. هتتعاد تاني يا رب تعيدها، يا ريت تتعاد. في طريقة بسلو موشن شوية ولا صعبة؟ دي في 2001 اللقطة دي يا جماعة، وهذه القفزة من عمرو فهيم على مدافع على لاعب النادي الاهلي ضيع على الاهلي اهي، ضيع على الاهلي بطولة الدوري، لانه ده تعادل اللي ضيع البطولة وقتها، ومانويل جوزيه مشي وحاجات كتيرة حصلت. لاعب الارض اهي طرح ارضا، بصوا اهو لاعب الاهلي هتلاقيه ده سنة، ودي ايه بقى اللعيب وقع قبل حتى الكرة ما توصل بالزبط. يعني طرح ارضا قبل ما الكرة توصل لكابتن عمرو فهيم بالظبط، وهتلاقي لعيبه الاهلي قعدت تشاور له ضربه جزاء فاول فاول فاول، الحكم ما استجابش وحسب وتعادل الاهلي وضاع الدوري. طب دي اخطاء الجون اللي جابه كابتن، ده كان حكم اسباني، كابتن بن شرقي في الرجاء، ما هو نفس الوسمه، وجون اشرف بن شرقي للزمالك في مرمى الرجاء. لو الصوره موجوده، يمكن عشان هي ديت حقوق للبي ان، بس لو الصوره موجوده هتشوف القفزه. واحنا هنا بنقول يا جماعه هو هي جت عند الاهلي ووقفت، جت عند الاهلي ولا الالتحام جريمه، الالتحام مشكله. ده كلام اعتقد نتمنى ان يكون بان